وللحديث أكثر عن تظاهرات الموظفين في العراق ومطالبتهم بتعديل سلم الرواتب ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. أهلا بك عبد الله. يعني كما تعلم تظاهرات في بغداد والبصرة ومناطق أخرى للموظفين من أجل تعديل سلم الرواتب، لماذا تستمر التظاهرات رغم الوعود الحكومية؟ تفضل. حياكم الله، حياك الله وحيا مشاهديك مشاهدي قناتكم الكريمه. اخ العزيز، لا زالت الحكومه العراقيه والحكومات المتعاقبه تعالج الوضع العراقي السيء بمعالجات قد تكون بطيئه وقد تكون ترقيعيه. فاغلب الموظفين الذين انضموا اخيرا الى ملايين الموظفين السابقين، جل هؤلاء الموظفين هم من أصحاب الرواتب الدنيا، أي التي لا تكفي معيشتهم هم وعوائلهم. الراتب متدنية والدولار الدينار في هبوط مستمر، وغلاء المعيشة طبعا يضرب في كل الأسواق العراقية، الأسواق العراقية يوما بعد يوم ترتفع فيها أسعار المواد الغذائية. نعم. ويعاني المواطن الموظف من عدم سد هذا الراتب لمستلزماته. نعم. اليومية ومستلزمات بيته. عبد الله، أغلب الوزارات تشتكي أيضا من ضعف مخصصاتها، والتبرير هو اقتطاع مبالغ كبيرة من الموازنة للتوظيف. السؤال هنا، أين الدرجات الوظيفية التي تقطع من أجلها هذه المخصصات إذا كانت التظاهرات مستمرة؟ طبعا جل الأموال التي تخصص الوزارات تقطع للحصول على درجات وظيفية جديدة. 50% هي ميزانية الوزارات، 50% تشغيلية و 50% أخرى هي لتذهب لتسديد رواتب الموظفين ولجلب موظفين جدد. الوزارات قد لا تحتاج أغلب هذه الدرجات، لكن مجرد بإسكات الشارع العراقي الذي تخرج بين الفينة والأخرى تظاهرات غاضبة تطالب بالتعيين وبفرص عمل جديدة. الحكومة العراقية وعلى مدى 20 عاما لم تقوم بإصلاح وافتتاح أي معمل، ولم تهتم بالقطاع الخاص. أدى هذا إلى نفور المواطنين، نفور أغلب الخريجين إلى القطاع الحكومي والى الوظائف الحكوميه، مما سبب في هذه باغلب هذه المشاكل. الوزارات الحكوميه اموالها التي تخصصها الحكومه سنويا لا تكفي لسد رواتب الموظفين، و ثم لا تكفي لاعطاء للخدمات. المظاهرات مستمره في البصره وفي الناصريه وفي ميسان وفي بغداد. أغلب هذه المظاهرات تطالب بدرجات وظيفية جديدة، وبعض هذه المظاهرات تطالب بتعديل سلم الرواتب. وبعض المظاهرات هي عائدة لفئة المتقاعدين الذين يعانون أيضا من رواتب مخفضة جدا، ويطالبون بتعديل سلم الرواتب وزيادة رواتبهم. طبعا بعض المتقاعدين وبعض الموظفين هم طبعا يعانون منذ اكثر من 10 أو 15 عاما ويتظاهرون، لكن دون جدوى. الحكومات العراقيه المتعاقبه كانت توعدهم، كلما جاء رئيس وزراء جديد يوعد المتقاعدين وبعض الشرائح الموظفين بزياده رواتبهم، لكن سرعان ما تذهب هذه الوعود ادراج الرياح. ثم يعودون هؤلاء المتقاعدين والموظفين من أصحاب الرواتب الدنيا إلى الشارع للاستمرار بتظاهراتهم. عبد الله، أمس أصدر صندوق النقد الدولي بيانا متشائما بشأن اقتصاد العراق. السؤال هنا، كيف ستفي الحكومة بوعودها
في ظل وضعها الاقتصادي الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي مؤخرا؟ الحكومة العراقية الآن في ورطة، لأن اقتصادها ريعي يعتمد في الدرجة الأولى والدرجة الرئيسية على النفط. طبعا صندوق النقد الدولي يعطي سلف ويعطي قروض للحكومات، خصوصا حكومات العالم، دول العالم الثالث، الدول النامية، بشروط. هذه الشروط ربما يبدو أن الحكومة العراقية لم تحقق الشروط التي وافقت عليها واتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي. هذا سبب رئيسي في إصدار صندوق النقد الدولي يوم أمس أو قبل أمس هذا التقرير الأخير. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أجبر الحكومة العراقية أو حاول إجبارها على الكف عن تعيين كم العدد الهائل من الموظفين مقارنة بنسبة السكان، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة مستمرة بإيجاد وظائف للمواطنين وللخريجين دون النظر أو دون التفكير إذا ما هبطت أسعار النفط. شكرا. وربما العراق لا يستطيع دفع رواتب هذه الملايين من الموظفين. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.